قصر جمد حتويدة جمهوريدة سوماري لان أي مدحونها جمهوريدة سوماري لان مدني موسبيح عبدكوكا بلاي هوينك الدعادة أح إيه سوماري لان كلان كاسو لغو ديري قليني هوينك حمبارسان كتابك الله إيه كرشقيا في دين تدين تإسلامك وحانا كلان كاقوبجو كاها مدحونها جمهوريدة حمناك ميدا قولها وسيرادة حلدبانا كترسان قولاياش الشرع الدجينتا علم أو الدين إيه مرتي شرف قلاي حمناكو هاللي هوين وينها الدعادة أهي سومالي لان إيه لقل من مدحوينها أيا كور رمي الدور كودا إيه قوم هاد علي مدحوينها جمهوريدة سومالي لان إيه قصر مدح تويدة سومالي لان كوقاب بلاي مهاد كوباد إلا هاي باله وينو علينينا مهاد الله بعدنا مدحوينه إنما تقاضي وسيرك وسار دينتا وقافتا دمان عد كستقو أقاسنك إيا أبابلك هاوشان قشي يا مداشان قروح البضان إيه مهاد الله بعدنا وعلينينا لكن نلاش إيه دين توهل مرخان نغوح لنا نلاش يبان وكشاقينا نغوح أن هاي تمعيد ليلة هذا ومسلمة وحان حوق سارة أولا إنا نهرت بلوشادا فهم سينو دين تودن كتابك إلهي يسونا در رسولك صلى الله عليه وسلم حايا لأيقون بوحواناتية ثانيا وحان كود دالنا حق أخلاقياتك إيا تربيادة إلا واناتيو هذا وحان حوق سارنا إنا نبلوشادا إسكودينا وعي قرينا نصمينو وحان لا يبارك الله فيك وجزاك الله خيرا إلهي هاكو بركيو وحاويان سيدين تان الإسلام كو أي قبطو وحا إنا فريسا إن أمرادا لو دعييو أمرادا إن لو دعيي دين تان إنا فريسا مدحوين واكو دعيينينا إلهي سبحانه وتعالى وحنو كاقبرينا حلكا علوس إذ هايسا دمدو هايسو إن إلهي سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لبدو إلهي سبحانه وتعالى كوغو أصدرو وحن كل رياضي مدسنا ديا بركهر لبد شير أنيق أم مدحينا موسى بيحي عبدي سيدان أوكل أهر فردين أنا قوتو مرفر بدنا أنيق أم مدحينا حتى لك شمريد السومالنا لكل مي رنتي مركي الرياء عد كل رياضي رمودنا والله إشي لوان أوي يعني وان المي وان قادم وعي مركا مدنا مدحينا وحن أي هرتا هو يوين كأي ولا على هاي هو ولا حاجة كشعل شعل إن مدح ذودا أي لكل مان رنتي وأنا كود عيني نساء ولا شيء جوه الرئيس ود عيسي إلهي سبحانه وتعالى وحن كأجره شيءنا إنه كود بدلوا حلك علوس جنات الفردوس الأعلى موسى بيح عبد حلديد رابلة إلهي هك بركيو ميسان كحسنات كنا الله كود درو سيد ونكسن إيه أدمر كان وقي يا داي إيه مكان كان قروح لبضن له أن وقع سنتي إلهي هك بركيو جنات الفردوس الأعلى الله كود بدلوا ما أنت وحيتي فرحاد آذوين مدحوينه هيجي قالي يعني جهر تاجن الحمد لله رب العالمين أنت هنهرنا وما قال وحنا هي مركز كتير قبلي له فرع وجه لنا كميتاي أو مركز كي ودسمه في ناس عضي ثقنا وجه له أو كت كمان لبض دبق لابد بقول لكم دولار أن لابد أودي جناي أو أنا هي دنا أبري تجين إن شاء الله نجا عاونين لكن إلهي درت اللي سويت جي الله قبطي يجيلين إياه واحد جيت إياه دنير إياه أنت بقى وأنا كشقينا مركم حالنا إله واحد ما هاد صنته هاي ما هاد أديك ويني ده يهيب ده دوم عن تنتها ما هاد إله سبحانه وتعالى ده بديه وحنا ما هاد نقيا مدحوينا هنا مثلا موسى بيح عبدي سورة جليه كلن كان يفرجن خير كبدن كسورة جليه مدحتوية ده سمال لا dalada aan ka socdaanigu waxa weeyaan dalada isku xirka dumarka salafiyaadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan mahadcelinayaa wasiirka diinta iyo qafta mudane madaxweyne maalintii aan qalin jabiyay waxa la ii balan qaaday in madaxweynaha la yeeynaayo maanta oo ka ilaahay hor keenay aadan horta ugu faraxsanahay inaan duco iyo cod iyo garab istaag walba inaan kugu garab taaganahay mar walba wax leena madaxweyne midig taadi bidixdada waanu taaganahay codkayaga iyo cududdayada iyo muruqayaga iyo aqoontayadaba inanta kaliya ee Soomaaliland biyajriya aad baan ugu faraxsanahay inaan wadankayga ka bixin Soomaaliland gudaheedana darajada aan ku gaaray wasiirada wasaaradaha diinta iyo qafta Sheikh Maxamed Haaji Aadan Cilmi deegaanka isbeddelka cimilada Marwashuur Haaji Ismaaciil Baandare iyo shaqo gelinta iyo arimaha bulshada علي عمر محمد علي حرحور أيها وينك كبوغا دي دادال كودا واحترق له أي بوشدو دو وچران ديان مدح ويني لا لابية طبان لابية طدباتان مركز أو هوس تاقاسي دي داد دالدود أو دافاها دالكا أو دن كتيرة هبلها هلكن چوغا وان من عرقابو إلا أوضل وان تمرد سومال لان أو دن وحبله مدح داها أو مركز والبا حلقف أو كيليا لغا عسومي إيا قدومي ياشي قد الدلاده الدعوة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيه كشقيان
dalka oo dhan madaxweena waxa ka dhiseen madaris iyo macaahid aad iyo aad u waaweyn in runtii maanta aniga waxa ay gashay ididiilo kale ayaa wallahi gashay iyo qiira ay gashay sababtoo ah markan intii naas oo dhan arkay iyo dadka gacanta ku haysaan ilaa caruur ilaa dumar aa gacanta ku haysaan markaan arkay waxaan ir wadankani ilaahay baa u duceeyay runtii ilaahay baa inoo duceeyay doorashooyinku iska xasaasiyad badan doorasho waxaa lagaga bixi karaa waa nabadgelyo iyo inoo gacmaha haysana wartaan maanta waxaan ku faraxsanahay hablaha sheekhyada ee halka fadhiya oo diintana dee dadka iyo caruurtaba bara diinta barashadeedu waxay ka bilaabantaa qoyska anagu anigu waxaan madax u ahay wasaaradda qoyska iyo bulshada waxbarashadu haddaa ka adkaataan hablaha ku dadaala inaad diinta aada u bartaan mudane madaxweyne bahweyntan dumarku waxay hayaan qayb weyn oo xilkii xukuumadda ka mid a madaxdu waxay u xil saaran tahay ilaalinta diinta iyo maamulka ummadda iyo ku maamulista ummadda marka arrimaha diinta saa daraaddeed xil weyn baa haysaan xilkana waa laydin ogyahay madaxweynuhuna waxaa ilaahay mahadiyay inuu ballan qaaday inuu taariikh cusub iyo beej cusub furo oo mahdi culimmada la arki jiray ragga ah culimmada dumarkana kulan sannadlaa insha allaahu wuxuu ku soo daray 20 caalim oo xagga dumarka ahaa ayuu ibn xajar aqoonta ka qaatay waa ibn xajar shaafici ibn xajar alhaytami taasoo kaluu isaguna sheegay alqurtubi wuu sheegay alimaam axmed ibn xambal wuu sheegay waxaasoo dhan ka kaalay afqahu man kaana min asaxaabati caaisha radiallahu canha ruux dumaray ahayd markaa haysdhigina cilmiga kororsada hawsha aad wadaan ilaahay baa idinla qabanaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa haweenkan ducaadda ku bogaadiyay doorkooda wanaagsan ee bulshada ay kaga jiraan iyo kaalinta weyn ay ka qaadanayaan toosinta bulshada somaaliland taasoo ah kaalin lama ilaawaana oo aad iyo aada u wanaagsan wixii aad tala soo jeediseen oo diini ahaa waan qaatay jasaabkuma allahu khayr idinka iyo qolooyinka kalaba waan aqbalay waxaad tidhaahdeen madaxtooyadu dee horta guriga bay ka mid tahay waxaan leeyahay intii doonaysa xafiisyadii oo dhan baa laydin soo marin waa qarankii halka qaranka laga maamulo cudur isku timaado aad iyo aad u mahadsan tihiin markaad doontaanna waa iiman kartaa qolo walo ururihiiba way itimaadaa ahlan wasahlan waayo xuquuqda dal ku leeyihin inaad isoo gaarsiisaan xeer walba waa ku leedihiin taasna waa idin furta wasaaradda idin qaabarsa war doorashada duca nabad aan ku gal war doorashada aynu khilaafka ilaalino waal aynu isdhowr haweenweynahan ducaadda ah ee qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda somaaliland madaxweynuhu ku qaabilay ayaa booqday xafiisyada kala duwan ee qasriga madaxtooyada somaaliland ka kooban yahay iyagoo indheendheeyey sida adeegyada qaranku ay uga socdaan qasriga madaxtooyada somaaliland